الفكره كلها ان حضرتك بعد ما بتعمله اكسبورت وبينزل على الجهاز، فهو بينزله عباره عن ملف صغير وبينزل في الداون في الفولدر بتاع الداونلود على السي. بعد كده باجي افتحه، لو انا الديفولت بتاعي البرنامج اللي هو تاني مايند دي وده برنامج بتاع ريفرنس مانجر برضه هو بيفتحه، فبعمل ايه؟ بروح على الفولدر اللي اسمه داونلودز وبمسك الملف وبقول له اوبن ويز وبختار اند نوت، فبيفتحه باند نوت. بعد ما بنفتحه بيبقى جوه نكمل مع الاستاذ خالد في الاستاذ. تاني هي الفكره كلها حضرتك، ده الاند نوت او مايند دي هو عباره عن ريفرنس مانجر، برامج مهمتها ان هي تتحكم في المراجع عشان لو حضرتك تشتغل على رساله او بحث، بدل ما احنا بنحط الحاجات كل نقطه مثلا الباراجراف ده جايبينه من الحته الفلانيه وده الريفرنس بتاعه الحته الفلانيه وهكذا. نيجي مثلا في مراجعه حد يقول لا 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 بص الباراجراف ده هاته فوق، الباراجراف ده هاته تحت، فبص تلاقي بقت 5 بقت 3 و3 دي نزلت بقت 17، فنعيد الترقيم كله من اول وجديد مانيوال، ولما بنعمله على الوورد ساعات كثيره الدنيا بتتلخبط. فالحل ان احنا نستخدم برنامج يبقى عارف ان الباراجراف ده السيتيشن بتاعه من الحته دي، فمهما حضرتك حركت الباراجراف فوق او تحت هو بيغير الارقام لوحده. لو حضرتك كنت بتبعتي من مجله كنت بتبعتي المجله عمل ريجكشن، كنا بنشتغل على ريفرنس ستايل اللي هو مثلا فانكوفر اللي هو نيوميريكال، وجينا بعتنا المجله تاني عاوز اسر اند ديت او شكل الريفرنس بتاعه مختلف، بدل ما اقعد انا اراجع 15 16 ريفرنس يدوي هقول له والله غير لي الريفرنس ستايل بدل فانكوفر خلوا لي اسر اند ديت، هيروح مغيره لحضرتك. فاحنا دلوقتي في الاول مرحله في اي بحث ان احنا بندور كوليكشن اوف داتا بنعمل ريفيو. الريفيو بنعمله ازاي؟ عن طريق ان احنا بندور على مثلا ساينس دايركت بنجيب ارتكلز وهنقراها عاوزين نجمعهم دول، فباجي اعلم عليهم في صفحه الريزلتس اللي طلعت لي احط عليهم علامات، وبعد كده زي ما احنا عملنا اكسبورت واعمله تصدير او اكسبورت للاند نوت. لو اختار شكل الفايل بتاع الاند نوت اللي هو الاي ار اس بينزل على الجهاز، اما بينزل بختار ان انا افتحه الاند نوت. لما بيتفتح بالاند نوت بينزل جوه اللايبرري كده اهو اللي احنا ابتدينا نعملها ونحطهم. في اكتر من طريقه للاضافه للايبرري. ايوه. هنتكلم عن ايه؟ الاسهل ان انت تفتح من الاند نوت بقى تصور واحد واحد. اوه هو ده قلت ده. ايه يا فندم؟ اقول يا باشا عشان انا بص حضرتك تفتح من الاند نوت بص حضرتك لما بتيجي تفتح مثل جوجل فورد كده تمام؟ وقدام مثل حضرتك فورد مثل كده الاعدادات نفسها، الاعدادات نفسها بص حضرتك الاعدادات هي دي محتاج انت اعدادات المفروض انت اعدادات الاعدادات مش موجوده لسه الاعدادات زي ايه؟ محتاج تعود الاند نوت او ايه من ضمن الحاجات برضه اللي فيها اللي هي ايه؟ بي اي بي تكست دي برضه بس هنا برضه عشان تبقى دايما مسيطر على حاجه معينه يعني خلاص؟ ولو بتدوس عليها كمان برضه في حاجه تاني انا باجي ونفرض مثلا عملت دي استيراد الاند نوت برضه العلامه دي خليك لو دوس عليها برضه كده هتحملها لك برضه على الاند نوت بس هنا هتحملها لك على ايه؟ على بي اي بي تكست خلاص؟ المهم احنا كده جمعنا ايه؟ حوالي ست ابحاث او ست مقالات او ست ايه؟ سيتيشن حملناها على الاند نوت عايزين ايه؟ نربط ده بالورد نربط ده بالورد نربطه ازاي؟ تمام؟ بنيجي في الورد صفحة الورد تمام؟ وباجي هنا على اخر الفقرة بتاعتي واقول له ايه؟ احط ايه؟ المؤشر واجي عند الاند نوت اكس 7 علامة مين؟ علامة 6 اللي هي ايه؟ العكس دي العكس دي الاول لو دوس على العكس دي العكس دي هيفتح لي يقول لي ايه؟ اكتب انت عايز ايه؟ عايز تبحث مين؟ لو انا عارف السيتيشن دي بتريح كام؟ او ايه؟ او كلمة او مؤلف السيتيشن اكتبها هتنزل ايه؟ هتنزل معايا نشوف هنا بس كده في الرسالة اللي بتقول لك خلي بالك هي نزلت 2017 أول واحد. المفروض 2017. أنا أقول لك حاجة
البيبر وعاوز اغير في الريفرنس. ده هو معظم السيناريو. انا خلاص هنجمعنا. لا انت لازم تعمله من الاول. لا مش لازم. يعني انا دلوقتي حطيتها. بص كده هغير هغسل النشر هنا. هغسل النشر هنا. هخليها بس ايه؟ ده بيخلص خالص عدد الريسيتيشن اللي هم هيقعدوا يدوروا عليه. لو حد دور في
برضه جوه التطوير. في اي حد ليه اي طريقه ثانيه ممكن نعملها؟ شويه ملفات محطوطين هنا هو اللي معلوم من اكتر من مصر وانا هبتدي اكتب بينهم
شويه حاجات كده ايه بسيطه اعملها في الاول. في انا ريفرنس انا دخلته بي بي، يعني انا اللي كاتبه. وارد جدا ان الريفرنس ده انا نقلته من حته كان حاطط في الام اس وقتها، او كان بيبر محترمه وبعد كده اتعمل لها وزدرول اتسحبت او اي حاجه. اعرف منين الابديت بتاع الملف ده؟ المفروض ان الاند نوت بيدي لحضرتك من ضمن الحاجات اللي حضرتك تقف على الريفرنس وتحدده، تنزل تحت وتقول له فايند ريفرنس ابديت. فايند ريفرنس ابديت هيدخل على الريفرنس ده من خلال اليو ار ان بتاعه ويدور عليه. الكلام اللي انت الديتيلز المكتوبه دي هي اخر حاجه ولا لا؟ لو وصل ان وصل تغير الايميل بتاعه، تغير الريفليشن بتاعته، زود حاجه، البيبر اتغيرت. يعني مثلا هنا بص، هنا لما عمل البحث ده قال لك والله الريفرنس الديت ده ما كانش، كان هنا مكتوب جون ده مارس، وهنا الالترنتيف نيم بتاع جون ده الموجود، وفي شويه حاجات هنا اتغيرت بيعلمها لك. الكي ووردز كان مكتوب دول بس، وهنا زودوا عليهم كانوا كل دول كي ووردز. تمام؟ كل النقط اللي ممكن ان هي تتغير هبص تلاقيه عمل لك ليها ابديت، فانت كده بتبقى مطمن ان انت لو اشتغلت مثلا السنه اللي فاتت على البيبر بتاعتك وجبت ارتكت امبريس وكان مكتوب عليه ارتكت امبريس، جيت لما جيت تنشر بعد كده في المناقشه المناقش بتاعك قال لك انت كاتب ارتكت امبريس في 2017، ايه ما تنشرش من 2017؟ لا انا قبل ما ادخل قبل ما اخلص خالص بعمل الابديت ده فتروح مغيرها لك، ارتكت امبريس كان لك 2017 ويديك الرقم بتاعها المظبوط. ادي نقطه. النقطه الثانيه، انا جبت ريفرنس كتبته كتابي، بعد ما كتبته عاوز اجيب الفول تكست بتاعه. ممكن اقعد ادور عليه من جوه الساينس دايركت وانزل الملف البي دي اف، وبعد ما انزل البي دي اف اعمل له اتاتشمنت هنا. بعمل له ازاي اتاتشمنت هنا؟ باجي هنا على رايت كليك واقول له فايل اتاتشمنت اتاتش فايل. وبجيب ملف البي دي اف اللي انا موجود عندي اللي انا نزلته وبقول له اوبن. لما بفتحه بنجيب لي الملف هنا مفتوح على الجنب اليمين من الشاشه. وبالتالي كده انا مش محتاج ان انا اعمل فولدر لوحده بره واسمي فيه ملفات البي دي اف بتاعتي، ولما اجي ادور عليهم هو انا كنت مسميه حسين 5 ولا حسين 4، واقعد ادور على الملف اللي انا كنت مسميه ايه، هو الملف نزل باسمه. ولو انا عاوز افتحه سيمبلي بدوس هنا كده اهو بيروح فاتح لي الملف كامل. فبالتالي انا قدامي الملف واقدر اخد منه حته واخدها ارميها في البورد، وبعد ما اعلمها احطها اروح جاي اعلمها هنا اهو في البيبر، واجي في الصفحه هنا مثلا اروح اقول له انسيرت سيلكتد سايتيشن، نزل السيتيشن اللي انا واقف عليها هناك. دي الطريقه الثانيه. تمام؟ لا بتجمع، ما تاخدهاش جهاز يعني، معلش بعرف. طيب انا طب افرض ان انا ما عنديش الفول تكست وعاوز الجهاز يدور لي عليه، عاوز الاند نوت يدور لي على الفول تكست لو انا ليا اكسس ليه. فهاجي اقف على البيبر هنا وهدوس رايت كليك وهقول له فايند فول تكست. هو هنا هيجاوب يجي يدور يعمل سيرشنج ويدور على ملف الفول تكست. لو لقى الفول تكست ده متاح عن طريق ان الملف يكون اوبن اكسس هيروح ينزله لوحده، لو ما لقوش متاح هيروح الله والله ما لقيتوش. عندنا كذا طريقه ثانيه ان احنا نجيب بيها فول تكست لو مش لاقيين. ازاي؟ هو بنك المعرفه ده اول حاجه، يعني بنك المعرفه في الاغلب الحاجات اللي في ساينس دايركت هتلاقيهم موجودين في الاغلب اللي احنا بنحتاجها. طب ما لقيتهمش ندور من اند نوت ما لقيتهمش. ها؟ ايه؟ ساينس هاب الروسي ماشي ندور منه ما لقيتوش او ما عرفتش اجيبه. في بعض الزملاء عندنا شغالين في اماكن ريسيرش هوسبيتالز او ريسيرش سنترز بره، وعاملين مجموعه جروبس على فيسبوك لان هم عندهم انستتيوشنال اكسس بيدخلوا بيه يجيبوا اي بيبر هم عاوزينه. فالناس دول ببعت لهم اليو ار ال بتاعت الويب سايت بتاعت الارتكل اللي انا عاوزه هم بيبعتوا. اشهر مجموعات ومعظمهم جماعه من يعني زمايلنا من هنا. معظمها زي ريكوست اني بيبر، ريكوست اني بي دي اف. الجروبس دي موجوده على الفيسبوك او على الانترنت وبينزلوا وبيساعدوا كتير في ان لو حد محتاج بيبر قميصه شويه قديمه شويه في المجله جايه مش عارفين يتصرف فيها بيوفروا. دي كل الطرق اللي احنا ممكن نجيب بيها ملف البي دي اف. جبنا البي دي اف هو هنا الان فاضل بي دي اف اهو الان، وجاب الملف وحط له مشبك هنا بقى موجود، فانا لو دوست هنا عليه المفروض ان هو هيجيبه لي على الجنب. هلاقي ملف البي دي اف هنا ظهر. بي دي اف اهو. وادوس كده هبص الاقيه طلع. يبقى هو
اتفضل يا في فرق بين ان انا اعمل دراج ودروب في الاند نوت او قلت له اكسبورت سيشن مانجر تاني انا لما بعمل دراج ودروب بياخد سيشن من البيبر بيطلعها تمام تمام لا لا لو عملت له اكسبورت سيشن مانجر على تمام تمام هيبعت له سيشن هيبعتها بس هو في العادي لما هو بيعمل امبورت بيدور على كل المعلومات اللي على الملف ده بما فيها الابستراكت الابستراكت يو ار ال الكي ووردز يعني مش مجرد تاخد الاسم والاسر والتايتل والعنوان ويسجله وخلاص ممكن لغايه عملت كده اهو دخلت الملف يعني مانيوال سريعا بالدراج ده بعد ما حضرتك خلصت اقف عليه واعمل رايت كليك ودوس فايند ريفرنس ابديت وخليه ينزل لحد دي المعلومات يعني في اي حاجه ثانيه ناقصه طالما انا حاجه بالانترنت هتقدر تنزله ما فيهوش مشكله كبيره الحاجات اللي حضرتك نزلتهم عملت اللايبرري بعد عندك اللايبرري بتاعت حضرتك كامله ونزلت منهم الحاجات اللي انت عاوزها خلاص والملف بتاع الوورد عند حضرتك مفتوح وبتنزل فيه العلامات بتاعه الاند نوت ادي فانكوفر ونزل هنا الحاجات اللي انت حطيناها طيب انا دلوقتي ده هو خد نفس الريفرنس فانا عاوز احط ريفرنس تاني اي حاجه من الكتاب دي احنا من الجهاز ده ما هو مش راضي يعمل سيرش للاسف الشديد هحاول ادور على اي ملفات هنا بي دي اف او نحاول تاني سيرش خمسة وثلاثين كويس بقى عندنا شوية هو انا هنزل لحضرتك مثلا هتديله هنا البوصه قلت له الخيار طبعا في اكتر من واحد مش حسين بس ففي ناس كتيره منزله طبعا انا هنا هختار الحاجات اللي ليها علاقه بيا اخليها والباقي انا بحاسبه فلما احسب دول كده اهو هيتشالوا هينزلوا في الايه في التراش يعني برضه لو حذفت حاجه غلط هتنزل حاجه في التراش فمفيش مشاكل طيب الحاجات اللي نزلت خلاص اوريدي من السيرش هلاقيهم نزلوا في الكور ريفرنس عندي فوق تمام ممكن اعمل لهم ابديت ممكن اعمل لهم فايند فول تكست وادور على الفول تكست بتاعها زي ما اتفقنا طيب اخد منهم حاجه زي دي واروح اعلم عليها هنا اهو واقول له نسيت سيلكت السيتيشن اروح منزلها لي هنا رقم 2 طيب خلينا نشوف السيناريو العادي او المعتاد اللي بيحصل عندنا في الرسائل مشرف شاف الرسالة قال لك لا 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 الباراجراف ده يجي في الأول هات الباراجراف ده في الأول تروح معلم عليه تعمل له كات وتطلع فوق وتيجي فوق خالص أهو تروح عامل له بيست لما تعمل له كده أهو تعمل أبديت للسيتيشنز هيروح مغير لك الريفرنس بدل ما هو كان رقم 2 هيحسبه لك رقم 1 بيعدل لك الريفرنس ده تحت يغيره لك بنفس إيه؟ بنفس الترتيب دي اهم نقطة في الاند نوت عشان المراجعات والمشاكل بتاعتها، النقطة الثانية لما حضرتك بتبعت لمجلة والمجلة بتقول لك أنا ليا ريفرنس ستايل بتاعي. تمام، ريفرنس ستايل الاند نوت عنده لايبرري مكتوب فيها الأوتبوت ستايل، الستايل اللي هو هيطلع لك بيه. ممكن حضرتك تستخدم واحد اوبن ستايل مانجر هتلاقي معظم المجلات اللي احنا بنشتغل عليها ومعظم السيتيشنز الستايل بتاعها متسجل. طيب ربنا رزقك بمجله جديده عامل دماغ لوحده. طيب اهي خلينا نشوف المجله الجديده المفروض ان حضرتك لما تدخل عليها هتلاقي ليها ستايل لوحدها. هدخل على الويب سايت بتاع المجله. تقول له سكريبت انفورميشن هيقول لك هنا في ريفرنس ستايل
لوحده ومنزله هو. فهل هتدوس عليه؟ هيروح منزله لك هنا. لما تيجي تفتحه افتح على الاند نوت. لما يفتح على الاند نوت هيقول لك ده الريفرنس ستايل اللي اسمه كده. هتقول له افتحه. هيقول لك ده اسمه سبرينجر فانكوفر. ايوه حاضر. من الاول. انا دلوقتي مجله دخلت عليها قال لي انا ليا الريفرنس ستايل بتاعي مش موجود عندك. عاوز اجيب الريفرنس ستايل بدخل في الموقع بتاع المجله اهو. من السكريبت انفورميشن او من الاون لاين سبمشن بشوف نوع الستايل اللي هو عاوزه. يا اما هو كاتب اسمه زي فانكوفر نمريتد اوسر انديت ايا كان او حاطه ريفرنس ستايل بالاسم. فهدوس عليه، لما ادوس عليه هيعمل لي داونلود للملف بتاع الريفرنس ستايل، شكل الريفرنس اللي هو عاوزه. الملف ده لما يتفتح على الاند نوت هينزل بالشكل ده. فانا هروح مسميه ان ده اللي هو جورنال اوف فيجواليزد سيرجري عشان افتكره. خلاص؟ وهسجله عندي. عاوز تحفظه؟ اه عاوز احفظه. ماشي؟ سجلته. لما انا سجلته كده اهو لما اجي اشتغل بعد كده وعاوز الاوتبوت ستايل بتاعي يطلع النوع ده هاجي هنا اهو واقول له جورنال اوف فيجواليزد سيرجري لا بينزل هو بس نزل بالاسم بتاع الفان كوفر انا هجيبه من هنا الداونلودز ريفرنس ستايل حاجه افتحه وهو موجود خلاص ايه؟ لا بينزل هقول لحضرتك هو انت هل بتفتحيه من هنا متاكد ان هو محطوط في الاوتبوت ستايل اللي موجودين هو هنا نازل باسم فانكوفر في ميديسن هو عشان كده مش واخد لايف لان هو اوريدي موجود هو هو لكن لما حضرتك تيجي في الوورد هنا وتيجي تحددي ده او لو قلتي سيلكت انذر اختار الكاتيجوري ميديسن وده ري 2017 وده مش عارف مين وهكذا خلاص
انا دلوقتي هاخد الملف ده انسحه واحطه في ملف جديد اعمل منه ايه البحث الجديد بتاعي، وعاوز البحث ده اخليه بقى ايه فانكوفر، اخليه اي اللي انا عاوزه، هقول له ابديت السيتيشن بايبروجرافي، خليهم لي فورماتد سيتيشن عن الفورمات اللي انا عاوزها، ما غيرت حضرتك خليها لك ايه الشكل اللي انت عاوزه. في ناس بتفضل ان هي وهي شغاله تبقى ان فورماتد، ما يبقاش في ريفرنس محطوطه من تحت ولا ارقام عشان ما يتشعبطش، او عشان وهو باصص يبقى عارف ان البيبر دي بتاعت حسين والبيبر دي بتاعت محمد والبيبر دي بتاعت مين وهو شغال، ما يبقوش ارقام بس عشان عارف هو غير انهي ريفرنس وده بتاع انهي سنه. وبعد كده بعد ما اخلص شغل خالص وتمام التمام ومطمن يخليهم ايه فورماتد سيتيشن بدل ان فورماتد سيتيشن، ويحدد عليهم الارقام تتحدد زي ما هو هيبعت البيبر بتاعته. Unformatted citation. Compare citation bibliography. Unformatted citation. That's what I mean. Thank you.
تطحين المايند دي او اي حاجه من الحاجات بتاعت المايند، المايند دي هي موجوده على الجهاز. لو انا عندي لايبرري كبير وانا عاوز انقلها للاند نود، فانا بقول له اكسبورت واختار شكل الاكسبورت اللي انا عاوزه. يعني انا هنا مثلا اكسبورت، هيقول لي عاوز تطلع الاكسبورت ده، عاوز اطلعه ايه؟ عاوز اطلعه ملف تكست، وعاوز الاوتبوت ستايل شكله ايه؟ لو انا مش عاوز تكست، عاوز اتش فايل فورمات، عاوز اتش تي ام ال، عاوز اكس ام ال. ماشي، ما هو لو ايه مثلا إيه اي واحد من دول حتى ترتيب، هو كان هيقول لي على البرنامج اللي حتى تشتغل فيه تاني، انا بس مش مسجل ده فمش مش عارف اشتغله دلوقتي. لكن هتروح عليه وهتقول له امبورت من فايل، وهتدي له اسم الفايل هينقله معايا. لا 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 لا، حضرتك بتنقلي لايبرري من ريفرنس مانجر لريفرنس مانجر، هو ملوش دعوه بالوورد جوه بقى ايه اللي حصل. تمام؟ يعني هو بس هيدي لحضرتك الاكسس من تنقلي الداتا من هنا لهنا اهو، لكن هم دول فين مكانهم تسكنهم جوه ملف الوورد بتاع حضرتك ده، ده محتاج ريفرنس مانجر محتاج تشتغلي بيه. الباراجراف اللي فيه تمام، انا بعد كده مش هفضل هو المفروض اعمله باراجراف فيزيك. تمام، هيأثر معايا في السجشن او الريفرنس اللي انا عامله ولا اوريدي هو شغال مش اي مشكله؟ بص على انت دلوقتي خدت من الباراجراف من هنا خلاص، عملت له باراجراف فريزنج، عملت مترادفات سنكرون مش عارف ايه وبيانات وحاجات، هو ملوش دعوه طالما حد حركتش ده، طالما حد حركتش ده هو مش هيتحرك. لكن لما حضرتك هتحرك الجزء ده على بعضه فوق او تحت هو اتحرك معاك. لكن لو غيرت جوه اي حاجه جوه الباراجراف هو ملوش دعوه، بس ما عندوش مشكله. اتفضل. دلوقتي حضرتك لما تحط انسرت ريفرنس بيحط الريفرنس بتاع الفكره الاصليه. تمام. افرض ان انا كاتبه من ريفرنس جوه البيبر. تمام. لازم ادخله مانيوال؟ لازم تدخله. يعني مش شرط حضرتك تدخليه مانيوال، بس هو لازم الريفرنس اللي انا واخد منه يكون هو اللي انا قريته او اللي انا شفته. يعني انا سي ان انا مثلا عامل بيبر وخدت منها جزء، بس هي الريفرنس بتاعها الريفرنس بتاع البيبر من ورا. ايوه تمام، عايز ادخل انا الريفرنس اللي متاح ولا مش هدخل الريفرنس بتاع البيبر الاصلي؟ ما هو ده النقطه اللي كان بيتكلم عليها استاذ خالد، ان احنا البيبر لما بتنزل يبقى في من تحت الريفرنسز مكتوبين. لو الريفرنسز دول منهم حاجات متاحه لازم اعملها داونلود يعني هي لازم انزلها فين بوكمنت هنا بس على كده فاهم. ده ما شفت الحته دي يعني لازم انزلها داونلود عشان اقدر اخدها. هي ميزه هي ميزه بس لو حضرتك البيبر موجوده الريفرنس بتاعتها متاحه زي لا مش معمول لهم هايبر لينك.
فدول لا حضرتك هتحتاج ان حضرتك تفتحي الملف الفول تكست في اوبمنت او ساينس لايف او اي كان وتشوفي الهايبر لينك بتاع الواحد فين دول وهتطلعيها منه. احنا مش هينفع من جوه دول يمبورت اكستراكت الريفرنس منه. بص انا هنشوف بقى تمام هعمل سبميت تمام بس هم لازم في بعض دلوقتي على تفصيل في حاجه في ايكون تفصل زي تفصل ايه في الوورد تفصل الوورد عن الاند نوت خلاص انا خلصت و يعني ناوي انشرها تمام مش معقول انشرها كده ولا انشرها لا هي مش كده مش عادي اه في بعض في بعض المجلات بتطلب ان انت ما يبقاش في هايبر لينك ما بين التكست وما بين في الحاله دي كان في الريفرنس بيجر حاجه كده يعني زي عن بعض المشكله هي دي تقريبا كونفرت وورد سيتيشن تو اند نوت او العكس كونفرت انفيزر مايز كونفرت تو بلين تكست بلين تكست هيفصل الوصله اللي ما بين الريفرنسز تحت وما بين الكلام فوق فبعد كده بعد ما تعمل حضرتك الحركه دي تاخدهم في تكست لو حصل وحبيت تغير حاجه فوق وحاجه تحت مش هينفع هتعملها في اخر الملف دي الاسم تاني بقى فاينل انا ليه طريقه تاني على هيك لما يبقى ريفرنس جوه البيبر ممكن باخد ثلاث كده بره البيبر ليه يكون مثلا عنوان البيبر دي اللي هي بحطها مثلا على جوجل سكولر تمام هيطلع لي البيبر حتى لو مش بتكتب على اخر سيتيشن على طول هو البيبر المهم ان انا افتحه ما هو خلاص ما هو دي كده حضرتك عملت عليها سيرش وخدت منها يعني عملت الاكسبورت ليها فمفيش مشكله انا بتكلم لو احنا لو هي متاحه وانا عاوز احطها جوه يعني جاهزه من الملف بتاعي دي الطريقه وعموما مفيش طريقه واحده لاي حاجه يعني كل واحده ليها طريقه الاستاذ كان عنده شويه طرق زياده عن اللي احنا قلناهم بس احنا يمكن دول اللي ماشيين بيهم في الطب اكثر زياده عن العادي. في اخر حاجه يمكن لطيفه في الاند نوت هي لو حضرتك خلاص هتنشر عاده كل جورنال بيبقى ليه زي ما ليه ريفرنس ستايل دي طريقه في الكتابه يعني في مجال لحد بتبعت لها بيقول لك انا عاوز تايتل بيج لوحدها وعاوز مين تكست لوحده وعاوز التيبلز لوحدها. واحده تاني يقول لك التيبلز في اخر الصف في اخر الملف، واحده تاني يقول لك التيبلز في مكانها في الصفحه واحنا هنطلع لها اكستراكشن صح؟ طيب الاند نوت فيه حاجه لطيفه جدا مش موجوده في كل المجلات بس في بعضهم موجوده اللي هي ايه؟ ان هو بيشوف لحضرتك انت عاوز تنشر على ايه؟ ادي مان سكريبت تمبلت. التمبلتس دي للمجلات اكبر المجلات المشهوره. خلينا مثلا نشوف حاجه زي انلز اوف انترنال ميديسن. هل هتيجي تفتحها كل اوبن هيفتح لك ملف الوورد اللي التمبلت بتاعه هو المطلوب بالظبط تكتب من الاول عليه بقى ثواني شوف بس شوف هنا كده يا فندم انيبل كونتنتس هنا يا فندم كده اهو انت نزل لك البيبر شكلها ايه يعني ايه؟ يعني هنا المفروض تحط التايتل بتاع البيبر بتاعتك ما بين الاقواس دي، لما تنقل البيبر من الملف بتاعك الاند نوت تولز مانسكريبت تمبلتس لو عايز تفتحيها بيدي لحد ليست كل المانسكريبتس كل الجورنال اللي ليها مانسكريبت ليها شكل معين في الكتابه لو الجورنال مش كل الجورنال طبعا فيه ملايين الجورنال بس في حاجات الحاجات البيزكس او الاساسيه هتلاقي حاجات موجوده. لو الجورنال بتاع حضرتك بيديك تمبلت هتنزلي التمبلت زي ما نزلنا الريفرنس ستايل وهتفتحيه من هنا. الفكره كلها ان هو هيدي لحضرتك ملف وورد بالشكل ده. لما اجي انسخ فيه العنوان بتاعي مش هيتنسخ بالشكل بتاع العنوان اللي انا كاتبه، هيتنسخ بالخط والفونت المطلوب بالظبط. التايتل 14 فولت هيطلع لك 14 فولت. التكست 12 مش فولت هيطلع لك كده، الحته دي ايتاليك هتطلع لك ايتاليك. الصفحه الاولانيه فيها البيج نمبر هنا والاسس اللي بتكتب هنا اهو ومش عارف ايه هيطلع لك بالترتيب ده. فالفكره حضرتك لما تكملي كده اهو المفروض لو انت عندك المين تكست بتاعك اللي موجود هتنقل منه فانا هاخد من هنا كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست وبعد كده اروح اعمل ابديت سيتيشنز واروح مغير السيتيشنز على الملف الجديد وهيدخل لي الريفرنس ستايل بتاع المجله انا كده خلصت. لو حصلت مشكله في الاند نوت وعاوز استرجع اللايبرري ايه المشكله اللي حصلت؟
اللايبرري لما بتنزل بتنزل ملفين او ملف فولدر، بتنزل في دوكيومنتس هنا الاند نوت، بتنزل ماي اند نوت لايبرري ملف اللي هو بيفتح، وماي اند نوت فولدر او داتا، وده بيبقى موجود فيه ملفات البي دي اف اللي انا نزلتها. تمام؟ ونازله فيه الداتا بيس او الحاجات بتاعت الملف. فلو حضرتك عاوزه تنقلي تشتغلي خلاص حضرتك شلتي نسخه الاند نوت دي ونزلت واحده جديده، المفروض ان حضرتك تنقلي الاثنين دول. لو حضرتك خايفه ان انت ما تنقلي واحده ما تنقليش الثانيه او في مشكله، يبقى حضرتك هترجعي انت للاند نوت وتطلبي منه ان هو يخلي لك اللايبرري دي تعمل لها اكسبورت، تخليها ملف واحد اتش تي ام ال، او ان انت تخليها كومبريست لايبرري بتلطيها اللي هي دي كومبريست لايبرري، وحضرتك هتختاريها وتعملي لها اتاتش للفايل، وممكن تحط فيها ملفات البي دي اف كمان او تشيليها منها لو حضرتك مش عاوزه مساحه كبيره، وبتعمليها لينكس هتتحفظ بالشكل اللي هي ايه؟ كانها ملف مضغوط. فاي حاجه بقى خلاص هتحطي في الحته اللي انت عاوزها، هتيجي في اي مكان تاني تحطي في حاله دروب عليها. تمام؟ لو حاجه ستايل مش موجود عندنا احنا بنعمله مثلا مجله مش منزلاه، احنا بقى نغير في ستايل معين. تمام جميل. ازاي لو احنا مجله طلبه ستايل مش موجود مش منزلينه ومش موجود عندي؟ الفكره ان انا هفتح الستايل مانجر اهو مثلا ايديت، يعني هنا عامل ايديت لفانكوفر، او اختار اي، يعني مثلا انا دخلت هنا لقيت الفانكوفر اهو وعاوز اعمل له ايديت اهو ايديت، هيفتح لحضرتك الايديت، الايديت هيديك كل الحاجات اللي حضرتك عاوزها تغيرها، عادة مثلا 10 حاجات في الريفرنس يقول لك انا عاوز لغاية بعد 6 اسس يديني تاب، واحد يقول لك لا بعد 6، طب خلاص ماشي تعالى هنا هشوف الجورنال هنا هلاقي فيه ارقام اهو لغاية ما اوصل لغاية جورنال نيم وال ايه؟ اوسر نيمز. انا مش شايف. تمام؟ ده الاسر نيم. تمام؟ ادي مكتوب الفيرست اسر هيطلع ازاي، وده ومين كابتر ومين سمول. طب النمبرنج هيتحطوا ازاي النمبرز جوه؟ ماشي السورت اوردر الحاجه هتترتب ازاي جوه التكست؟ هل الاسر والتايتل؟ اسر والير والتايتل؟ يير والاسر؟ كل الحاجات دي امبيجوس سيتيشنز الحاجات اللي مش باين لها حاجه. اهو الاسر مثلا من 1 ل 100 احط علامه اسلوب، وبعد كده اخر قبل اخر واحد احط اند، من 100 مش عارف كام احط كذا، بعد 3 اوصل هستخدم ايتال، وبعد بعد كام اوصل احط ايتال، واقدر اغير فيها على حسب الريفرنس ستايل اللي انا المطلوب ان انا اعمله في المجال. بس دايما لما اجي اعمل القصه دي واغير حاجه احفظها باسم تاني عشان احفظ، يعني مثلا فانكوفر ده هو ده اللي احنا الناس كلها بتشتغل عليه، فما اجيش انا مطيره لما اجي بعد كده اشتغل على مجال يقول لي انت الريفرنس ستايل ده جايبه منين؟ لازم يبقى كل الحاجات المظبوطه، هخلي ريفرنس كذا او اسميه باسم المجال اللي انا هبعت عليه، ده اضمن حاجه. تمام؟ الستايل بتاع الوورد بقى. الستايل؟ بتاع الوورد. الستايل بتاع الوورد بيطلع هنا فوق، واقدر اختار بعد ما اغير من هناك هيطلع لي اكتر الحاجات اللي انا اشتغلت فيها هناك، ولو انا عاوز اختار هقول سيلكت انذر ستايل واختار من القايمه هنا. لا هو المانيو سكريبت تمام. هل انت برضه منزل الوورد ستايل؟ لو المجله ليها تمبلت بيقول لك اعمل زي ده يعني ما فيش مشكله حضرتك، لان هو اصلا عباره عن ملف وورد، في وحده مايكرو بتحسب بتقول لحضرتك هتحطي فين الحته دي هتحطيها فين، ما فيهوش اي حاجه زياده، ولو حضرتك عاوز تفتحيه من الاند نوت هيفتح عادي ما فيش مشكله، ده ملف وورد عادي خالص اهو، ادي هو تمبلت، ولو حضرتك بصيت عليه هتلاقيه من اهو مانسكريبت تمبلت اللي هو دوت دوت، وهكذا تنزلي تشتغلي عليه، لو هي ملهاش فهي دي مع يعني الاند نوت مش هتعمل، طبعا هو كل ما كانت النسخه بتاعت الاند نوت اصليه او قريبه من جديده، كل ما الحاجات الجديده هتبقى ابديتد، وهو اوريدي بينزل لوحده ابديتس مع يعني لما يكون النسخه اصليه كل شويه بينزل يقول لك في حاجات في تمبلتس جديده في حاجات زي كده. طبعا هو ده يعني ده انتروداكشن سريع، مش كل حاجه، في حاجات عن السايت وايد يو رايت، في حاجات عن ان احنا نعمل جروبس ونكون مجموعات ونشتغل مع بعض، في حاجات على ال اخد الريفرنس وابعتهم والايميل والحاجات اللي بتاعت البي دي اف دي جروبس